السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. عشاق الملاكمة على موعد هذا السبت مع نزال حارق بين المكسيكي كانيلو ألفاريز والتركي أفني يلدرم. تعرفوا على تفاصيل هذا النزال، التوقيت والقنوات الناقلة من خلال هذا المقطع فتابعوه. فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع تشجيعا لنا. المكسيكي كانيلو ألفاريز من أقوى الملاكمين في تاريخ الملاكمة منذ بدايتها، ملاكم أقل ما يمكن أن يقال عنه أنه ملاكم متكامل، حيث تطور إلى أن أصبح آلة تدمير حقيقية، ليس مجرد ملاكم عادي وإنما هو وحش ملاكمة حقيقي أثبت جدارته عندما قضى على أقوى الملاكمين حتى ولو كانوا بدون هزيمة، يدمر الملاكم تلو الآخر. نزاله الأخير كان ضد ملاكم أطول منه بكثير وهو كالوم سميث، ونجح بالفعل كانيلو في تدمير هذا الملاكم. والآن وبعد أشهر قليلة فقط تمت دعوته للدفاع عن لقبه ضد التركي أفني يلدرم. الذي يبلغ من العمر 30 سنة برصيد 21 انتصارا مقابل هزيمتين ولديه 12 ضربة قاضية في تحدي صعب للغاية ضد الأسطورة المكسيكي كانيلو ألفاريز. الأخير غني عن التعريف، فرصيده مليء جدا بالضربات القاضية. يبلغ من العمر 31 سنة برصيد 54 انتصارا مقابل هزيمة واحدة. أما عن الضربات القاضية فيمتلك 36 ضربة قاضية منها ضربات قاضية مخيفة. تلك الهزيمة الوحيدة لمن يتساءل كانت في بداية مسيرته الاحترافية ضد الأمريكي فلويد مايويذر. قلتها كم مرة، كانيلو تطور بشكل غريب وسريع جدا لن يقدر عليه أي ملاكم في الوقت الحالي. هذا النزال بين كانيلو ويلدرم سيقام على أحزمة المجلس العالمي للملاكمة والجمعية العالمية للملاكمة السوبر، وسيقام بولاية فلوريدا الأمريكية. التوقيت في حدود 4 صباحا بتوقيت المغرب والسادسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، يعني ليلة السبت صباح الأحد، وقت متأخر بالنسبة للمشاهدين من الدول العربية. النزال سيكون من 12 جولة. أظن بأن كانيلو ويلدرم سيقدمان نزالا رائعا، خاصة التركي الذي يمتلك قوة تحمل تجعله يطيل جولات النزال، ما سيجعلنا نستمتع بتقنيات كانيلو ألفاريز الخارقة. ألفاريز لم يعد فقط يبين على لكماته القوية وأسلوبه الرائع، وإنما أصبحنا نستمتع بحركات استعراضية مع هذا المكسيكي. دازن تستحوذ على نقل هذه النزالات، خاصة كانيلو الذي يمضي عقدا مع هذه الشركة. وأيضا كانيلو لن يخوض هذا النزال، وإنما سنشاهده في العديد من النزالات خلال سنة 2021. سنقوم بتوفير روابط المشاهدة المجانية على موقعنا lsfight.com. زوروا موقعنا ليلة النزال، ستجدون هناك الروابط واستمتعوا بالمشاهدة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا، كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع تشجيعا لنا. كان معكم أمين، إلى اللقاء.